ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل القطايف بكل تفاصيلها. اول حاجه حبيت ان انا اعملها اللي هو السكر. جبت 1.5 كوباية سكر، عليها 1 كوباية ميه وعصره ليمون، وممكن تحطي شويه فانيليا عشان يدي ريحه حلوه للسكر بتاعك. كان عندي شويه بندق ولوز وعين جمل، ممكن انت تحطيهم او ممكن تستغني عن المكسرات خالص. بدات ان انا اطحنهم، بعد كده خليتها ناعمه خالص، ضفتها في طبق وضفت جوز هند، بجيب اللي هي الناعمه والزبيب، وتبداي ان انت تقلبيهم على بعض لغايه ما يتجانسوا تماما. بعد كده هي كده جاهزه للحشو. جبت القطايف. بعد كده في حاجه هنعملها، هي عباره عن ان احنا نجيب ميه بدقيق ونخليهم متجانسين تماما. ببدا ان انا ابل الاطراف بتاعه القطايف، وبعدين ببدا ان انا احط الحشوه واضغط على الاطراف جامد جدا بحيث ان هي ما تفكش معايا، وهبدا ان انا اعمل القطايف كلها كده لغايه ما اخلصها كلها. وبنفس الطريقه برضو بعمل الاطراف واحشي من النص، وبعد كده ببدا ان انا اقفلها علشان اضمن ان الحشوه مش هتخرج بره القطايف. بعد كده بعد ان انا ما خلصت كمية القطايف اللي عندي، بدأت ان انا اعمل اخلي السكر يعني يكون بارد ويكون تقيل. بعد كده جبت الزيت وخليت الزيت تكون كمية كبيرة عشان تبدأ ان انت تحمري القطايف بطريقة حلوة. لازم الزيت يكون سخن شوية، بتبدأ ان انت تنزلي بالقطايف وبعد كده بتقلبيها لغاية ما تحصل على اللون يكون ذهبي. ببدأ ان انا اطلع القطايف وهي سخنة وتحطيها في العسل، وبعدين بدأت ان انا بعد ما شربت العسل ببدأ ان انا احطها وارتبها كده. طعمها كريسبي حلو جدا، ما تنسوش تشتركوا في القناة.